السيد نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد الشيخاوي، السيدة رئيسة وزارة التنسيق والمراقبة، والسيد مدير إدارة الخوارزمي، ممثلي مديري الخدمات الجامعية السيد عباس بن وصل، ممثلو وسائل الإعلام، السادة الضيوف الكرام، السيد المدير الفرعي لخدمات للنشاطات الثقافية، سيدي عباس، السادة الضيوف، السادة أعضاء وفود المشاركة في هذا اللقاء الرياضي الجامعي، أبناء الطلبة الرياضيين، أعضاء لجنة التنظيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أرحب بأعضاء الوفود المشاركة في هذا اللقاء الرياضي المتمتع
السيد حناشي حنيش مدير الخدمات الجامعية سيدي بلعس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. في إطار برنامج مسطر من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص مختلف الرياضات الجامعية، تم تنشيط الدورة الجهوية للتسوية خاصة بمنطقة الغرب في كرة الطائرة وكرة السلة ابتداء من 6 فبراير إلى غاية 16 فبراير، بالتنسيق مع عمادة الجامعة ممثلة في السيد رئيس الجامعة ومديرية خدمات جامعية سيدي بلعباس وسط. تم تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه التظاهرة. الحمد لله تم وصول وفود في ظروف عادية. عملية إجراء القرعة جارت وفق ما تنص عليه قوانين المسطرة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أغتنم هذه السانحة لأشكر كل إطارات مديرية خدمات الجامعية سيدي بلعباس، خاصة قسم المراقبة والتنسيق والإقامة الجامعية الخوارزمي بمختلف عمالها على السهر الدائم والمستمر لإنجاح فعاليات هذه التظاهرة، وكلنا استعداد لإنجاح مختلف البرامج المسطرة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وشكرا. عباس السيد مدير المركز الجهوي للرياضات الأولمبية، السيدة رئيسة قسم المراقبة والتنسيق وممثلة مدير الخدمات الجامعية الغيم الحاج بن ميسى، وكذا رؤساء الوفود المشاركة وجميع المشاركين. في البداية لا يعتذر لكم السيد مدير الخدمات الجامعية سيدي بلعباس على الحضور، وذلك لظروف مهنية بحتة. أيتها السيدات الفضليات وأيها السادة الأفاضل، الحضور الكريم كل واحد باسمه ومقامه وصفته، نلتقي اليوم في هذه الولاية الجميلة بما حباها الله به من طباع البشر لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ناظر العناية البالغة التي يوليها لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، كما لا تفوتنا الفرصة. استدير الدورة الحق التنظيم كان متحكمين فيه، وهذا كل من بعد التعليمات تاع مدير الخدمات الجامعية سيدي بلعباس، هو مشكور اللي عطانا كل الصلاحيات وعطانا كل استدير كاع لي مويا اوما استدير باش ننجحوا هذه الدورة. نظن الاولى اللي كنت فرحان بها هي نتلاقوا في ان سونت، فهمت، ان سونت كيما هذا نظن حاجه كبيره، سي بور دوني لا في. صراحه اليوم راني فرحان بزاف باسكو نجحنا في التنظيم. للرياضة الطلابية حول التنظيم والافتتاح كيف كان؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في الحقيقة وجودي هنا ما هو إلا تعبير عن تشجيع الرياضة الجامعية. ما يخفاكمش بلي أنا واحد من هذه الرياضة اللي مارست فيها كلاعب وكمدرب في الإقامات الجامعية اللي نفتخر بها والمدينة كذا. الآن كمنتخبين حضورنا هنا وهو يبرر اهتمامنا لكم، وإن شاء الله احنا كمجلس الشعبي الولائي نكونوا في خدمة هذه الولاية في جميع نواحي، وكذلك نشجعوا الرياضة الجامعية الرياضة المدرسية وكلهم شبانية. وشكرا. شكرا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. في البداية أصلة عن نفسي ونيابة عن السيد مدير الخدمات الجامعية سيد بلعباس وسط، نتشرف اليوم بحضور مراسيم افتتاح هذه البطولة الجهوية المنظمة من طرف مديريتي الخدمات الجامعية سيد بلعباس وسيد بلعباس وسط. هذا الصرح الذي نحضره اليوم ما هو إلا دليل على
حرص قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن خلالها الديوان الوطني للخدمات الجامعية ومن خلالها مديريتي الخدمات الجامعية سيدي بلعباس وسيدي بلعباس وسط الذين كانوا في المستوى التنظيم، وإن شاء الله هذه الدورة تكلل بالنجاح وشكرا. نستقبل معنا رئيسة وفد تيليمسان الأنسة بالحاج فاطمة، مكلفة بالنشاطات الرياضية التابعة لمديرية خدمة جامعية تيليمسان، قائمة على تدريب وتغطية جميع النشاطات الرياضية خارج مديرية خدمات جامعية تيليمسان. كلمة حول الافتتاح وحول التنظيم، كيف كان حول الاستقبال؟ هي في الحقيقة لأول مرة كان استقبال جد جيد، علاوة على الاستقبالات للسنة الماضية والتي تالتها. كمرة أولى كممثلة لمديرية الخدمات مع جميع أعضاء الطلبة الرياضيين تابعين للخدمات قد أبهروا بهذا الاستقبال. شكرا شكرا وشكرا. خدمات الجامعية مستغانم سيد حماد سيد أحمد. ممكن كلمة حول الافتتاح، كيف كان الاستقبال؟ الاستقبال كان في أعلى مستوى الحمد لله، كما السنوات اللي فاتت الاستقبال كان شوية كيول في بعض الولايات، أما الولاية تاع بلعباس راهي الحمد لله يا ربي استقبلونا غاية كاع، والدورة راهي تمشي على أحسن وجه. الهدف الرئيسي كما قال لك التعارف الروح الرياضية، تكون كاينة كما الأخوة ما بين اللاعبين وما بين فاهمني. العام اللي فات تإليمينينا في الاكسمو في الريجيونال إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم صالح بزرجب لاعب ولاية تيليمسان جامعة تيليمسان. استقبال كان في القمة، رحبتوا بنا بالشيء اللي كاين، الله يعطيكم الصحة ونشكركم على هذه المنافسة القيمة. فكان مليح إقامة في القمة، زعما في كاع البطولات اللي لعبنا فيهم ما جبرناش إقامة كما هذه، زعما الله يبارك. فاش الاطعام الله يبارك يعطيكم الصحه. مستوى قوي زعما ماشي قارنت بالعام الماضي. بالعام الماضي قوي على العام الماضي فوالا، بصح كان عندنا بروبليم تاع كيف فهمك الاربيتراج، وهاد المره سقتوه لنا زعما يعطيكم الصحه. شكرا ديزاربيت في القمه، الله يعطيكم الصحه. مرحبا بك عندنا في بلعباس، واش رايك في التنظيم وفي الايواء وكيف هي المنافسه؟ الله يبارك، جيد الايواء، جيد الاطعام، جيد كل شيء، جا حاجه شابه ان شاء الله تكمل على خير ان شاء الله. المنافسه بين الفرق كيف كانت مقارنه بالسنوات الماضيه؟ مليحه جيده، زعما كاين تنافس على السنوات الماضيه. شكرا. معنا رئيس وفد معي عزيز محمد. اي وفد؟ وفد وهران. استقبال كان في احسن المستوى
والاطعام من لجنه التنظيم ما شاء الله لاكوي ما خلاوناش حاجه بان كريتيكوها ولا الله يبارك ما شاء الله. هي كل عام يتبدلوا لي زيكيب شاك فوا تدخل ايكيب جديده. وين ديريير مو في هذو لي زاني من 2016 ورواح مستوى ما شاء الله تاع الالعاب الجامعيه بيان سور. السلام عليكم، معكم رئيس وفد عين تيموشن بوديه منير. مرحبا بك، ممكن تعطينا كلمة حول الإيواء والاستقبال كيف كان والافتتاح وفي الإطعام والإيواء؟ الحمد لله يا ربي، من نهار اللي جينا من البارح في الليل نوزون بريز اون شارج وجابونا حتى لهنايا داونا عشاونا عشاء ما شاء الله. خلعنا في ليبرجيمون باسكو كنا نقراو حاجة كيما تاع موالف، مي الحمد لله يا ربي كانت حاجة على اوتور. وين سي لا بروميير فوا لي اكويونا في اوتور، حاجه جابه زين كومبلكس ما شاء الله. راكم تشوفوا كي دايروا كاع، ونشكرهم كاع اللي كان ساعد عن قريب وعن بعد، بارك الله فيه. فيما يخص المستوى مقارنه بالسنوات الماضيه بين الفرق، هذا وين لا بروميير جورني صافا المستوى راه مليح شويه، ماشي طوطو مي راه مليح. شكرا من ناحيه اللاعبين، من ناحيه التنظيم راه في قمه. شكرا. لعب ولاية مستغانم، مدينة مستغانم، تعطينا كلمة حول هذه الدورة هذه والمستوى تاع الرياضي يكون فيه. لا الحمد لله المستوى هذا في كما قال لك في المستوى العالي، الحمد لله تنظيم على أحسن ما يرام، وفاتت كما قال لك الحمد لله استقبلونا غاية وكاع السيد بلعباس، لو كما قال لك ما خاصنا والو كاع كل شيء في المستوى. المستوى تاع الدورة هذه بارابول الدورة الأخرين؟ لا مستوى تطور كما نقولوا تطور ملحوظ، وكما نقولوا على حسب اللاعبين كما نقولوا نجموا يلعبوا في المستوى العالي كما نقولوا. من ناحيه الاطعام ولا ايواء؟ لا جيد جدا، على ممتاز 10 على 10. من عندك انت؟ من عندي انا 19. بسم الله الرحمن الرحيم، على كل حال حنايا وين ظروف ونادوا لنا الرابطه الجامعيه لمختلف الرياضات كي تكون مقابلات في كره طائره يلغوا لنا كرابطه اي وقت يلغوا لنا كرابطه مختصه في كره الطائره باش نقدموا لهم يعني لو سيبورت تكنيك من حكام من شفتوا الاختصاص تاعكم اول مباراه تاعكم كيفاش كان المستوى تاعها؟ أول مباراة المستوى ما نقدروش نقيموا المستوى يعني الرياضة الجماعية في الحقيقة في أول نظرة خفيفة مستوى مقبول نقدروا نكونوا مقبول. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا جامعة تلمسان جينا نلعبوا في العباس، طالب غفور محمد طالب جامعة تلمسان فرع بيولوجي فرع علم طبيعة الحياة. خص التنظيم كانت في القمة بلعباس، شغل تهلاو فينا في كل الجوانب، منظمة من كل الجوانب، خص في إطار الإيواء ولا المطعم، كل شيء في مستوى، والمقابلة لعبنا مقابلة مع بلعباس، كانت مقابلة مليحة وفي روح رياضية كبيرة وعالية جدا، وبصحتنا ربي يخليكم حنا. جو مابيل انكلام عبد الرحمن. Je suis un étudiant de campus, je fais télécommunication. Après voilà, nous sommes... Nous représentons la délégation de Blabès. Voilà, nous représentons la délégation ou bien l'équipe de Blabès. On a fait une très bonne match. Malheureusement, on a perdu parce que on n'avait pas vraiment la concentration parce qu'on n'avait pas commencé l'entraînement depuis un peu longtemps. Mais on a commencé, je pense, 5 jours. Du coup, il y avait certains manquent, mais on a su remonter. Votre déclaration, ça veut dire le niveau était plus haut. Comme ça. Voilà, le niveau de Tlemcen était largement très haut que nous. Na Hamdi Haitham, master 2, نقرأ تكنولوجيا. اليوم كيما يقول لك دخلنا اول مباراه دخلنا شويه خايفين شويه راهبين في الفريق شغل ما كناش نونطرينيو بزاف
وان شاء الله مع المباريات الجايه ما حضرناش منيح، كنا ناقصين في لونطيمون ما كناش نكملوا بزاف شغل الفريق لما لموه ما زربوش لموه خطاش ما كانوش بصراحه ما كانوش مباصين على الفولي بزاف هنا في الجامعه تاعنا. السلام عليكم، انا عبد احمد من ولايه تيارت، رئيس الوفد فيليه تيارت. اليوم رانا في مقابله ضد المقابله الثانيه مقابل ولايه مصغالي، وشرفنا باللي استضافه تاع ولايه سيدي بلعباس، شرفونا بالاستقبال والايواء في كاع المرافق جميع المصالح وجميع كاع الاشخاص اللي يعطيهم صحه، بارك الله فيهم في الاستقبال، فكان احسن استقبال وكانت احسن استضافه بالمشي الولايه تيارت جميع الولايات اللي كانت شغل في المقابله هذه. هاشمي محمد رمزي، مديريه خدمات جامعيه ولايه مصغانم. هاشمي علاش كيفاش كان الاستقبال تاعكم هنا في بلادنا؟ لا الحمد لله حظينا باستقبال حار، ونشكر جميعا اهل مدينه سيدي بلعباس اللي تستضيفونا احسن استضياف. كيفاش كان الاطعام؟ لا الحمد لله كانت من ناحيه الاطعام كانت جيد والاقامه جيده، خاصه من لومبيونس كاين ما شاء الله لو كوب هنا الله يبارك. المشاركه تاعكم في الدوره هذه انتم عندكم اهداف اخرى؟ حنا الحمد لله حنا المهم المشاركه، ولكن اذا جات الامور ولحقنا لوين نروحوا للجهات الوطنيه ما كاش مشكل، احنا ما عندناش اشكال في هذا الشيء، المهم المشاركه هي الافضل. ايش